سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Dieu. Les mécréants parmi les gens du livre et les associâtres n'allaient pas renoncer à leur impiété avant que ne leur parvint la preuve évidente. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 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 Un messager d'Allah qui récite des feuillets purifiés. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. Dans lesquels se trouvent des écritures parfaitement justes. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après avoir reçu la preuve évidente. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la salate et de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion juste. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associates seront livrés au feu de la Géhenne, où ils demeureront pour l'éternité. Car ce sont les pires des créatures. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toutes les créatures. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم
Leur récompense, auprès de leur Seigneur, sera les jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Allah sera satisfait d'eux, et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui attend celui qui craint son Seigneur.